عالسلامة الناس الكل، اليوم باش نحاولوا نخدموا الاكزرسيس هذايا ونصلحوه ونفهموه بالكدا بالكدا. تابعوا معايا. به يا جماعة، إجا نبداو نقراو الاكزرسيس. قالك ان انتي ناتوريل اي دي بارفي سي لي ايغال ا لا سوم دو تو سي ديفيزور اوتر كو لوي ميم. اش معناتها؟ قالك عدد نعيطولو بارفي وقت اللي هو بيدو يبدا ايغال لا سوم نتاع تو سي ديفيزور بخلافه هو. اش معناه؟ عطاك اكزامبل لهنا. قالك مثلا عندي 6، هو عدد بارفي. علاش؟ على خاطر 6 شنو هما العدد اللي تقسم عليه؟ هو 1 و2 و3 و6. اما هو قالك اوتر كو لوي ميم، معناتها 6 هو يتقسم على 6 بطبيعه. ما تحسبوش هذاك، ما تحسبش روحه، معناه احسب الباقي اللي هما 1 و2 و3. قالك كيف تجمعهم، تعمل لسوم نتاعهم، كان لقيت العدد هذاك هو بيدو راهو بارفي، ما كانش راهو ماهوش بارفي. نورمالمون لهنا سهله وواضحه الحكايه. باهي، شنو قالك لهنا؟ On se propose de chercher tous les entiers parfaits compris entre deux valeurs données m et n. شمعناتها؟ قالك نعطيك زوز عدد m و n، باش تقعد تمشي من الام والان وكل مره التستي تشوف العدد هذاك كانوا بارفي تفيشي، كانوا ماهوش بارفي ما تفيشيش. باهي، هذا الاكزرسيس فيش يحكي لهنا، نورمالمون فهمتوه بالباهي. توا اجا نخمو كيفاش باش نخدموه وكيفاش باش نقسموه. باهي، لهنا عملت لكم كل شيما صغير كي باش يفسر لكم. باهي، اخزر لي لهنا، مش عطاك ام ولا حتىكش الان، انت باش تقعد تباركوري من الام حتىكش الان كل مره باش تستي هكا، ولا تبدا الام نقولوا الام هو عطاه لك 2، ما تمشي مشي 2 ومن بعد ام بلس 1 اللي هي 3 ومن بعد ام بلس 2 اللي هي 4 وانت ماشي حتىكش الان، قولوا عطاك ان 10 مثلا. دونك هذوما الكل العدد هذوما الكل باش تبدا تستي عليهم كل واحد اسكو بارفي ولا لا. باهي، باش تعرف عدد بارفي ولا لا لازمك تحسب السوم وتقارن السوم هذيك، مش اي سوم، سوم تاع شكون، تاع لي ديفيزور نتاعو، وتقارن السوم هذيك بالعدد هذاك. دونك لهنا جو بروبوز انه نعملو فونكسيون اسمها سوم ديفيزور باش تعطيها عدد وهي باش ترجع لك السوم نتاع لي ديفيزور نتاع العدد هذاك. معناتها كيف ما نقولوا نحن لهنا في الاكزرسيس عطاك عدد 6، الفونكسيون هذه تعطيها نمرو 6 ترجع لك 1 مع 2 مع 3 قداش يساوي، اللي هما في الحاله هذه 6. باهي، ونقولوا حسب الاكزامبل نتاعنا نحن لهنا خرجت لنا 6، باش نمشي انتستي هذاك العدد اللي خرجته لي السوم ديفيزور هذايا، كانوا هو بيدو ايغال نمبر اللي انا نحسب في لي ديفيزور نتاعو. اش معناها؟ كيما الاكزامبل نتاعي لهنا عطاني عدد 6 وكي نجمع عظومة زادة نلقاهم 6، دونك وقتها نجم نقول عليه بارفي. دونك هذوكم اش باش نعمل؟ نقول اذا كان اذا كان السوم دي ديفيزور نتاع العدد هذاك ايغال العدد هو بيدو، وقتها ما فيش نمبر بارفي. دونك هذايا الفونكسيون نتاعنا. ولهنا باش نعمل بوكل فور اللي هي باش تمشي من الام حتىكش للان. باهي، دونك هذا التفسير. توا كنا ننطلقوا للكود ديريكت، نمشي ونطبقوا الشيء اللي كنا قاعدين نقولوا فيه. باهي، اول حاجه باش نحضروا الفونكسيون تاعنا نكتب ديف. لهنا باش تعمل اي فونكسيون لازم تكتب ديف، ومن بعد نكتب ديف شنو نسميها اش نحب. انا لهنا اخترت باش نسميها سوم ديف. لهنا باش تاخو اعداد، انا باش نحسب لا سوم دي ديفيزور نتاع عدد برك. دونك نستحق نعدي كان اكس لهنا ولا اي حاجه نسميه نمبر لهنا، نسمي شي نحب. كيما قلت لهنا في الكور، اللي ما تفرجش في الكور ننصحو يمشي يتفرج. النمبر هذا اسم مستعار، خاطر من بعد كي باش نعيطو للفونكسيون باش يتبدل الاسم هذاك وباش تطبق العمليه اللي موجوده في الفونكسيون على الفاريابل اللي انا حاجتي بها. دونك لهنا باش نعمل سوم ديفيزور بي، لهنا باش نعمل حاجه اسمها اس. هذه اس باش تبدا زيرو. علاش الحاجه هذه؟ باش في الاخر بالكل نرجع اس. شنو هي دورها اس هذه؟ اللي هي باش تحسب لي السوم. كيفاش باش نحسب السوم نتاع لي ديفيزور ان؟ باهي، انا باش نعمل بوكل فور اي من الان رينج، منين؟ من الواحد حتىكش. تو انا مثلا عندي 6، نحب نعرف لي ديفيزور نتاعو، ما باش نتستيها كي عندي 6
شني باش على شكون باش نجرب يعني يتقسم على واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه يا سته صحيح ولا دونك تو سامبلومون لهنا باش نعمل بوك الفورم الواحد تمشي للسته اما لا لهنا قال لك ما تحسبوش هو هاي اوتر كو لوي ميم راهو ديما اهم كلمه معناتها اي كلمه في لينونسي راهي مهمه برش دونك لهنا سته باش نفسخو دونك حاجتي باش نمشي لواحد اثنين بعد ثلاثة أربعة ونقف الخمسة أوكي دونك هذوما باش نتست عليهم واحد اثنين وثلاثة وخمس وأربعة أوكي دونك لهنا باش نعمل بوك الفرق متاعي اللي هي باش تمشي من الواحد حتى كش للعدد هذاك شكونو العدد هذاك يا أخي أنا مش معدي لهنا نومبر دونك هذاك هو العدد هذاك هو نومبر باهي شوف يا جماعة لهنا في البوك الفرق قلت لكم كيف نكتب كلمة نومبر راهو ما يوصلش للنومبر يوصل للنومبر موانزا دونك انا كيف نحب يوصل للنومبر ماني باش نكتب نومبر بلس ا اي اما انت لهنا قلت لنا ما هوش باش يوصل للنومبر ما هوش باش يوصل للستة هذاك علاش لهنا باش نكتب له نومبر برك دونك لهنا باش يمشي اذا كان النومبر ستة راهو باش يمشي من واحد للخمسة كيف نكتب هذا معناتها البوك الفور في البايثون راهي ديما تقف في خطوة قبل العدد اللي انا نحطه لهنا باهي لهنا نعمل في بوك الفور تمشي من الواحد حتكش للعدد ذاك قبله بكعبة معناتها كانوا ستة نمشي من الواحد للخمس ايش باش نعمل بهم لهنا هذوم انتستي نشوف اسكو العدد هذاك ديفيزور نتاع ستة والا لا كيفاش الحاجة هذي إيف إيف شكون اي مود موديولو اش معنت هذايا هذه قلت لكم ترجع باقي القسمه خدمنا كيفها في الاكزرسيسات الفوقانيين اذا كان انت تبعت معايا لي زيكزرسيس تعرف هذايا سينو برا امشي تفرج في لي زيكزرسيس نتاع ايف تلقاها باهي اذا كان نومبر باقي القسمه نتاعو على اي ايغال ايغال زيرو اش معناتها اذا كان نومبر يتقسم على اي نعاود نرجع لهنا ونصور لكم انا مش عندي ستة وباش نمشي من الواحد لاثنين ثلاثة جس لهنا خلينا نكبر باش نجم نكتبهم تحت بعضهم أربعة خمسة ستة اش باش نعمل لهنا باش نشوف ستة يتقسم على واحد ولا شكون الاي هذي النومبر وهذي الاي اللي باش يمشي من الواحد حتى للستة صحيح ولا في البوك الفور متاعي انا كاتبها هاي اي ان رينج من الواحد للنومبر شكون باش يمشي من الواحد للنومبر هو الاي دونك اذا كان السته تتقسم على اي هذاك علاش كتبت اف نمبر موديلو اي معناتها باقي القسمه نتاع نمبر على اي ايغال ايغال زيرو معناتها اذا كان سته تتقسم على واحد راهو الواحد هذاك ديفيزور دونك لازم نزيدو للسوم هذاك علاش لهنا باش نكتب اس ايغال اس بلس اي دونك لهنا تبدا عندي السوم لهنا نقولوا هذايا اس من الاول باش تبدا فارغه فيها صفر صحيح ولا علاش باش تبدا فيها صفر انا قلت لها تبدا من الصفر هاي اس ايغال زيرو لهنا باهي الاس ايغال زيرو هذي باش تمشي من بعد انتستي هاو البروغرام تاعي كيفاش يتصرف ستة تتقسم على واحد اي الاس هذي باش تولي معاش صفر باش تولي واحد صفر مع واحد الفالور القديمة مع الفالور الجديدة تتفسخ صفر ونحط واحد توا ستة تقسم على اثنين ستة على اثنين يقال تروى هاي تقسم على اثنين دونك لهنا باش نعمل واحد مع اثنين نفسخ الواحد وواحد مع اثنين اللي هي ثلاثة صحيح ولا صحيح توا الستة يتقسم على ثلاثة ولا يتقسم على ثلاثة باهي لهنا البوك الفور مش باش توصل للستة باش توصل للخمسة كهو على خاطر قلنا ما يتقسمش على روحه هذي نحيوها دونك يتقسم على ثلاثة يتقسم على ثلاثة دونك باش نعمل ثلاثة مع ثلاثة نفسخ ثلاثة وثلاثة هذه الموجودة مع ثلاثة القديم مع ثلاثة جديدة دونك يولي عندي ستة لهنا أربعة تتقسم ستة تقسم على أربعة لا خمسة تقسم على ستة لا دونك تو سامبلومون باش تقعد عندي ستة لهنا دونك هذا كيفاش قاعد نعمل لهنا بالضبط دونك نحسب في الاس وفي الاخر باش نرجع اس باهي لهنا باش نافيشي سوم ديفيزور نتاع ستة مثلا جوست باش نتستي اسكو الفونكسيون تاعي قاعده تمشي صحيحة ولا لا باهي لهنا قال لي انكسبكتد ايفنت اوكي لازم لهنا نحطها ننزل اف 5 دونك افيشي لي ستة باهي ليرور خرجت خطرني عملت اسباس زايده دونك كي فسخت الاسباس اكي راهو البايثون سونسيبل على لي اسباس لازم تحط تحت بعضهم والحاجات اللي ما تحطهمش بعضهم مثلا الفور
في وسطها فما إيف، دونك هذاك علاش الإيف لازم نقدمها لقدام. دونك هذوما الحاجات اللي لازم تعرفهم في البايثون. به لهنا السوم ديفيزور نتاع 6 طلعت لي 6 اللي هي حاجه صحيحه. ترى اجي ناخذ مثلا اكزامبل مع بعضنا باش نتاكدوا اللي الفونكسيون نتاعنا اللي عملناها تخدم صحيحه. 10 زعما السوم دي ديفيزور نتاعو قداش؟ عندنا 1 و2 و5 نورمالمون، بخلاف روح هو 1 و2 و5 كهو زي كشنيه تتقسم من 10. دونك لهنا نحاول نحسب الديفيزور نتاع 10 يطلع لي 8 لهنا، بيان سور على خاطر 1 مع 2 مع 5 ايجال 8. دونك الفونكسيون هذه باش تشد عدد تحسب لي لاسون دي ديفيزور نتاعو. اي مال هنا مازلنا ما كملناش، هذه الخطوه الاولى. توا حضرت فونكسيون تحسب لي لاسون دي ديفيزور. باهي انا اش قلت لكم لهنا في البلان تاعي، نحضر هذه ومن بعد نعمل بوكل فور تمشي من الان للان، وكل مره باش نعمل التيست هذا نتاعي صحيح ولا لا. دونك اش باش نعمل؟ اول حاجه باش نقرا الام والان نعرفهم. علاش نقرا فيهم؟ خاطر هو قال لك دو فالور دوني ام اي ان، معناتها دوني لازم نقراهم. دونك تو سامبلومون لهنا باش نمشي نكتب ام ايغال انت على خاطر اونتي انبوت سيزير ام لهنا سي بون. باش نعمل كوبي كولي للشيء هذا لهنا باش نبدل ان، ولهنا باش نبدل ان. دونك هذوما لي دو زونتي اللي باش نقراهم ام و ان. توا باش نعمل بوكل فور نتاعي اللي باش نمشي من الان حتى كش للان. دونك بوكل فور تمشي من الام حتى كش للان، فور اي ان رينج من الام نكتب من الام، اما حتى للان لازم نكتب ان بلس ا. هذايا وريتها برشا مرات في الكو في لي زيكزارسيس. دونك لازم تعرف اللي باش تقف في الان لازم تكتب له ان بلس ا، على خاطر ديما يقف في البا اللي قبل اللي تحطها له. كان تحط له ان راهو يقف في الان موانزا. لهنا لازمني نوصل للان للعشرة. في الكام تاعي الاولاني من 6 للخمسة نوصل، ما نوصلش للستة. علاش؟ على خاطر هو قال لي كالعادة، ونعاود نقولها لكم، ونعرف لي فما برشا فدوا خاطر قاعد نعاود، اما فما عباد ما فهمتش ولا مش عارف علاش ولا تنسى. دونك لهنا قال لك تو سي ديفيزور اوتر كو لوي ميم، معناتها ما لازمنيش نوصل للستة. وقت اللي يقول لك ما توصلش للستة هذاك علاش ما تكتبش انت البلس ان لهنا في الكود الفوق، ما حطيناش نومبر بلس ان على خاطر لازم يقف في النومبر موانز ان. دونك هذاك علاش انا كي نكتب له نومبر بطبيعته هو وحده وحده باش يقف في النومبر موانز ان. هذاك تابع الفور تابع البايثون، صنعوه اكيك ديما يقف في البا اللي قبل اللي تحطها له. دونك نحبه يقف في الان نكتب له ان بلس ان، وهو ما باش ينقص واحد ديما. دونك هو باش ينقص واحد، اكل موانز ان وبلس ان باش ينحى ويولي يقف في الان نتاعي اللي انا نحبها. دونك لهنا كتبت ان بلس ان. اي اش باش نعمل انا؟ باش نمشي من الام للاي وباش نتست ايف. ايف شنو هو؟ ايف سوم ديف. لهنا لازم نفس الاسم اللي كتبته الفوق تكتبوا اللوط على خاطر باش تعيط لها. اذا كان تكتب الاسم غلط ولا دي مينوسكول ولا حاجه راهي ما تمشي لكش، لازم نفس الاسم. كان لازم تعمل كوبي كولي، وكانك على الورقه تثبت اللي نفس الاسم اللي كتبته الفوق هو نفس الاسم اللي تكتبه اللوطة. if sum div de i égale égale i، اذا كان العدد هو égale la sum des diviseurs نتاعو هو بيدو، راه وقتها نقولو print i est un nombre parfait. donc هذا هي البوكل فور نتاعي. تو كان ننزل f5 ونشوف. قال لي سيزيغ ام باش نحط 2، ان باش نحط 100. لهنا افيشيلي 26. باهي 6 لوجيك يافيشيهولي على خاطر ديجا عطيني ليكزومبل لهنا. كي نمشي ونجربو 28 لازم نلقاو لا سوم دي ديفيزور نتاع 28 ايكالا 28. برا نحسبو، عندك ساعة الواحد واثنين 28 تقسم على 2 ب هو 28 ب، ويتقسم على 14 نورمالمون يتقسم على 14 14 فوا 2 ب، ويتقسم على 7 7 في 4 21 ب 2 3 ما يتقسمش، على 4 على 4 يتقسم، على 4 يولي 7، على 5 ما يتقسمش، على 6 لا، على 7 اي، على 8 لا، 9 لا، 10 لا، 11 لا،
اثناش ل 13 ل 14 اي. زعما قديش؟ 7 و 14 21 وزيد 4 25 26 27 28 كهو. دونك لا سوم دي ديفيزور نتاع 28 هو 28. دونك تو سامبلومون لهنا الاعداد اللي ما بين الام والان اللي انا حطيتهم بارفي هما 2 هما 6 سامحوني و 28. دونك لهنا اذا كان نحط نعرفش انا انترفال نكبر في الانترفال نكتب من 2 ل 1000 مثلا قالك حتى 496 راهو ان نومبر بارفي. دونك انت تمشي تجرب تلقى زاد 496 ان نومبر بارفي. ما نعرفش انا كي نحط من 2 حتى ل 100000 مثلا. دونك لهنا فما 4 نوامر بارفي اللي هما هذوما. دونك تو سامبلومون هذه كانت الكوريكسيون نتاع الاكزرسيس نتاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بلي كدا. ما تنساوش تحطوا لايك وتبعثوا الفيديو هذا لاصحابكم باش يفهموا معاكم. وان شاء الله باش نزيد نهبط دي فيديو اخرين لو بلوتو بوسيبل.